السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في الهلال ريسيرش اند بايو ستاتستيك كورس فور بيجنر. معكم الأستاذ الدكتور محمد الهلالي، وإن شاء الله النهاردة أو في هذا الجزء هنتكلم على استادي عظيمة جدا. إحنا اتكلمنا قبل كده عن الكيس كنترول وعن الديسكريبتيف ستاديز. إن شاء الله في هذا الجزء هنعرف وات إز كوهورت واليوزز بتاعتها، وإن شاء الله تكون الأمور أوضح ونعرف هاو تو كالكوليت الريسك فاكتور. أرجو الاشتراك والإعجاب بالفيديو ومشاركته حتى يصلك كل جديد، خاصة الأجزاء القادمة إن شاء الله. الكونتنت بتاع المحاضرة اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة اللي هي What is the cohort study? What are its uses? What are the steps to conduct a cohort study? What is the relative risk factor and how to interpret it? Advantage, disadvantage of cohort study. وإن شاء الله I will give you an example of cohort study. وحنتكلم عن حاجة كده اسمها retrospective cohort study عشان بس يبقى عندكم background كامل عن الموضوع. خلونا نراجع مع بعض الديجرام اللي كنا عاملينه للresearch study design، اللي لو الباحث just describe and observe هيبقى الستادي دي اسمها descriptive studies. أما لو كان بيعمل analysis فهيبقى اسمها analytic studies. الdescriptive studies اللي هي الكيس report والكيس series والecological study أو correlation والcross section study زي ما بنقول الdescriptive part اللي هي السيرفي. الاناليتيك ستاديز لو الباحث عمل انترفينشن يبقى دي اسمها اكسبيريمنتال ديزاين، لو ما عملش انترفينشن وجاست اوبزرف هيبقى اسمها اوبزرفيشنال ديزاين او اوبزرفيشنال ستاديز. الاوبزرفيشنال ستاديز الريسيرشر لو عمل البحث بتاعه واوبزرفت سمثينج هابن زي ما قلنا دي الكيس كنترول اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. لو بيعمل اناليسيز لسمثينج از هابينج ناو فدي هتبقى الكروس سيكشن ستادي الاناليتيك بارت بتاعها. اما لو هيقعد بقى ينتظر وات ويل هابن ان ذا فيوتشر، طبعا ده بياخد وقت ولكنه بيبقى يعني شيء عباره عن ظروف قوي، فالستادي هنا هيبقى اسمها كوهورت ستادي، وديت البروسبكتيف ستادي ولها اخوات صغيرين كده اسمهم اللونجتينال ستادي وريبيتد ميشر ستادي عشان بس تبقوا المعلومات كامله عندكم. طيب الكوهورت ستادي او بنسميها بروسبكتيف ستادي او نسميها انسيدنس او فولو اب ستادي، الانفستيجيتورز بيعمل فيها بيجيب كوهورت ناس هيلثي من البدايه، مش على عكس الكيس كنترول كان بيجيب ناس ديزيز وناس ما عندهمش المرض يعني اللي بيدرسوا. لا، الكوهورت هنجيب ناس هيلثي وده اللي بنسميه كوهورت، تمام؟ بعض الناس يقول لك كوهورت ده اللي هو قطيع الغنم والراعي قاعد يتابعهم بيتحركوا فين. الحقيقه في معنى افضل اللي هو الكوهورت هو الفرقه العسكريه في الجيوش القديمه، جيوش الاغريق اللي بيتحركوا ويبقى لهم تاريخ في المعارك والانتصارات. فالكوهورت هو المجموع بتاع الناس اللي هبدا بيهم، جزء منهم بيبقوا اكسبورت وجزء منهم نون اكسبورت، على عكس الكيس كنترول كانوا يبداوا جزء ديزيز وجزء تاني كنترول ما عندهمش الديزيز. والباحث يفولو اب الكوهورت ده سنين طويله احيانا 10 او اكتر زي ما هنشوف، ويبدا كولكت بروسبكتيف داتا بس بيبقى على عينه ينتظر بقى حدوث المرض، بيبقى شايف بالظبط المرض حدث بعد الاكسبوجر، انما الكيس كنترول كانت عاميه ما تقدرش تقول مين اللي سبق مين. في النهايه بيحسب حاجه اسمها ريلاتيف ريسك ودي مهمه جدا لتاكيد الكوزيشن. طيب وات ار ذا تايبس اوف كوهورت ستادي؟ صحيح ده بيبقى ان ادفانسد كورس، ولكن برضو تبقوا عارفين ان الكوهورت ستادي هي اليوجوال تايب المعروف اللي هي البروسبكتيف ستادي اللي بنبدا بيها من دلوقتي وننتظر، وفيها تايب تاني اسمه ريتروسبكتيف او هيستوريكال كوهورت، هو نفس الاستراتيجيز بس بيتعمل على ملفات سجل ويبدا يبص في السجل يختار بدايه ويبدا يتتبع الناس في 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 ولكن من واقع السجلات، عشان كده بنسميها ريتروسبكتيف ولكن هي نفس التفكير. خلونا نتكلم بقى دلوقتي عن البروسبكتيف كوهورت ستادي، الدراسه العظيمه المهمه اللي اثبتت حاجات كتير لنا وساعدت الاطباء واكتشفت اسباب كتيره لامراض وريسك فاكتور. لا تعالوا نتكلم عنها.
أول حاجة نبدأ كده نفهم بتتعمل إزاي في الحاضر، وهي بعد شوية هتبدأ تكولك بروسبكتيف داتا في المستقبل، نهايتها بتبقى in the future. أوكي؟ بنبدأ إزاي؟ بنجيب مجموعة exposed ومجموعة not exposed، ولكن هما الاثنين هيلسي مفيش عندهم مرض. طيب وابدأ أتابعهم في النهاية، يحصل إيه بقى في النهاية؟ بشوف إيه؟ الباحث بيشوف إيه؟ بيشوف الإكسوبوز دول جزء منهم هيبقى عنده ديزيز، وجزء تاني ما عندوش الديزيز، والنان إكسوبوز جزء منهم يبقى يظهر فيه المرض اللي أنا بدرسه، والجزء تاني ما يظهرش فيه المرض اللي أنا بدرسه، وأبدأ أعمل كالكوليشن لحاجة اسمها ريلاتيف ريسك زي ما هنشوف. في اكزامبل مهم جدا على الكوهورت ستادي اسمه فريمنغهام هارت ستادي. فريمنغهام ديت في الولايات، المكان في الولايات المتحده الامريكيه. دي الاستادي دي ريكروتد حوالي 5000 ميل وفي ميل بارتيسيبنت، بدات في سنه 1948 1948 وما زالت شغاله لغايه دلوقتي. والحقيقه الباحثين كل فتره بيبداوا يعملوا بوينت لنهاية ديزيز بيدرسوه، ويطلعوا بعض الريسك فاكتور منه. وزي ما انتم شايفين في الدياجرام تحت، زي ما قلنا ان هي بدأت في 1948 وبدأ في كوهرت تاني سكند كوهرت تاخد منه معلومات عن الريسك فاكتور في 1961، وفي another one في 1971، وانذر وان في 2002. وطبعا ده اسهم كتير قوي في اكتشاف الريسك فاكتور اوف ذا كارديوفاسكولار ديزيز. وفي امثله اكتر للكوهورت ستادي من عظمتها بتاخد وقت اطول وبتعطينا معلومات كتير. طيب وات ار ذا ستيبس تو كونداكت الكوهورت ستادي؟ الفيرست ستيب is to exclude cases of disease under investigation. يعني الكوهورت اللي انت هتاخده ما يكونش فيهم المرض اللي بتدرسه. طيب بعد كده you divide this cohort into exposed group. exposed لإيه؟ للsuspected أو الhypothesized risk factor اللي انت بتتوقعه بناء على literature و other studies، والجزء الثاني not exposed والاثنين healthy. ونبدأ بقى نفولو أب المجموعتين دول في sufficient period of time. ليه cohort study بتاخد وقت طويل؟ لأن ده وقت developing of the disease. disease عشان يتم بياخد وقت، مفيش زي كده بيحصل مرة واحدة، ولكن احنا بنتابعهم حتى يحدث المرض، فغالبا بتلاقيه 10 سنين 20 أو أكتر زي ما شفنا في الفريمنغهام study. طيب بعد كده هنبدأ ندرس بعض البارامترز والكالكوليشن، وأهمها الـ incidence of disease، الـ occurrence of the disease. نشوف الـ بعد نهاية الكوهورت نشوف incidence of the disease among the exposed والـ incidence of disease among exposed، ونعمل comparison. وهذا بقى كلمة analysis analytic study، زي بالضبط الكيس كنترول، بس هي كانت بتعمل العكس، كانت بتشوف الاكسبوجر في الكيزس والاكسبوجر في الكنترول. لا، انا بشوف الانسيدنس اوف ذا ديزيز في الامونج اكسبوزد والانسيدنس اوف ذا امونج نون اكسبوزد. طيب الاناليسيس نفس الجدول 2 باي 2 تيبل او الكونتينجنس تيبل اللي احنا اتكلمنا عنه في الكيس كنترول شبه، بس هتلاقي الفرق ايه. هتلاقي هنا الكولمز، هتلاقي الكولم عندك ديفلوب ذا ديزيز ونوت ديفولوب ذا ديزيز، اللي هي النتيجة اللي حدثت بعد العشر سنين فولو اب. والروز هتلاقيها شبه الكيس كنترول، الاكسبوجر اكسبوزد وان اكسبوزد. بس ده على ده بنجيبه من البداية، من بداية الاستادي بنبقى عارفينه. اما الكيس كنترول بيبقى العكس، انا عارف الكولومز وبيجيب الكيس الاكسبوجر والنان اكسبوجر من الهيستوري من البيش. فيبقى ده شكل التو باي تو تيبل بتاع الكوهورت ستادي عشان نفرقه عن الكيس كنترول. مش هتلاقي فيه كنترول، هتلاقي فيه ديزيز ونوت ايه ديزيز. طيب وهبدأ اعمل الكالكوليشن بتاعتي ازاي. هجيب الانسيدنس، الانسيدنس اوفر اول انسيدنس. يعني اوفر اول انسيدنس عدد الناس اللي حصل لهم مرض على الكوهورت كله، تمام؟ طيب وبعد كده اجيب الانسيدنس امونج اكسبوزد ازاي.
هجيب عدد الناس اللي حصل لهم المرض مقسومين على عدد الاكسبوزد كلهم، وارجع اجيب الانسيدنس اوف ذا ديزيز امونج النون اكسبوز اللي هو عدد الناس اللي حصل لهم المرض امونج الان اكسبوز على عدد الان اكسبوز كله التوتال بتاعهم كله. اللي انا جبته في الاول اقسمه على الثاني اللي هو الانسيدنس اوف ذا ديزيز امونج الاكسبوز اللي هو ده، اقسمه على الانسيدنس اوف ذا ديزيز امونج نون اكسبوز يطلع لنا الريلاتيف ريسك. والكالكوليشن هنا هوريزونتال، الكيس كنترول كان فيرتيكال، انما الكالكوليشن بتاعنا هنا هوريزونتال. يبقى انا كده طلعت البارامترز المهم جدا اللي هو الاخ الاكبر للاودز ريشيو اللي اسمه الريلاتيف ريسك، لان الريلاتيف ريسك ده كان كونفيرم الايه الكوزال ريليشن شيب. الريلاتيف ريسك انسرز ذا كويشن هاو ميني تايمز اكسبوزد بيرسون از ات ريسك اوف ديفلوبينج ديزيز كومبيرد تو نون اكسبوز. طيب له اخوات بارامترز تانيين، في بارامترز تانية، في بارامتر برضو مهم اسمه attributable risk. الattributable risk بدل ما نقسم الـ incidence among exposed على الـ incidence among non-exposed، لا بنطرحهم من بعض، بنجيب الـ incidence among الـ exposed ونطرحه، نطرح منه الـ incidence among الـ non-exposed. وده بي answer the question بقول how much of the studied disease can be attributed to exposure. يتبقى كمان اخ صغير تاني للريلاتيف ريسك اسمه اتريبيوتابل ريسك بيرسنت. من اسمه هو بسيط خالص، هو الاتريبيوتابل ريسك اللي هو الفرق ما بين الانسيدنت اكسبوز والانسيدنت نون اكسبوز على الانسيدنس امونج اكسبوز. بيجاوب سؤال ايه؟ بيجاوب سؤال اللي بيقول هاو ماتش اوف ذا ستادي ديزيز كان بي كوزد باي اكسبوجر ريلاتيف تو اذر اكسبوجر. المقصود ايه يا جماعه؟ احنا الكيس كنترول كان بتدرس وان ديزيز ومالتيبل ايه ريسك فاكتور، اما الكوهورت بيدرس وان ريسك فاكتور وممكن يدرس اذر ديزيز. فانا ما بتكلم على اللانج كانسر وبدرس عايز احسب ريليتيف ريسك للسموكينج هنا، طلع رقم مثلا. طيب هو اللانج كانسر او خلونا الكورونري هارت، الكورونري هارت ديزيز والريسك للسموكينج زي ما احنا موجود قدامنا دلوقتي. السموكينج ده اللهم صل وسلم على نبينا محمد، السموكينج ده طلع له ريليتيف ريسك، هل مفيش في اسباب تانية او ريسك فاكتور تانية تتسبب في الكورونا هارت؟ لا، في اوبيزيتي، في دايابيتس ميليتس، في ستريس، في سيدنتري لايف. الاتريبيوتابل ريسك، الاتريبيوتابل ريسك بيرسنت بقى بيجاوب عليه، بيقول لك لو ان في اربع اسباب للريليتيف ريسك، السموكينج كام في المية من هذه الاسباب؟ يدينا فكره اهميه السموكينج في احداث الكورونري هارت ديزيز. ارجو ان ده يكون واضح لكم على مستوى this course for beginners. طبعا في الادفانسد كورس يبقى فيه مور ديتيل. طيب احنا عرفنا دلوقتي ان الكوهورت ستادي ليها بمنتج عظيم، اخ اكبر اسمه ريليتيف ريسك واثنين اخوات صغيرين اتريبيوتابل ريسك واتريبيوتابل ريسك ايبرسن. تيجوا بقى نطبق ده عملي، تعالوا ناخد براكتيكال اكزامبل. الباحث ده تعب اهوت وقعد جاب ناس اكسبوزد للسموكي والنون اكسبوز والنون سموكرز وقعد 10 15 سنه يتابع وطلع لنا الداتا البروسبكتيف داتا الجميله اللي طلعها لنا في نهايه الايه العشر سنين اللي هو عمل. تعالوا نشوف النتيجه الفعليه. جبنا الانسيدنس كورونا هارت ان سموكرز كانت 6000 على 11000، طلعت كام؟ طلعت 55 من 100. والانس اوف كورونا هارت ديزيز النون سموكرز طلع 20 من 100. نقسم ده على ده يطلع الريسك الريلاتيف ريسك بتاعنا 2.75، وهن زي الاودز ريشيو بالظبط هنحطها على الميزان اللي هنشوفه بعد شويه. فهنا بيقول لك ايه تقريبا 3، يعني انت لما الشخص لما يدخن يجي له كورونا هارت 3 مرات قد الايه اللي ما بيدخنش. اوكي، ده معناها بكل بساطه هو طبعا في انكريزنج ريسك للكورونا هارت امونج سموكرز. طب الاتريبيوتابل ريسك هطرح الانسيد امونج اكسبوز، اطرح منها الانسيدنس امونج نون اكسبوز، طلعت كام؟ طلعت 35 من 100. تمام، يعني تقريبا 35% of the risk
increase of occurrence of heart disease. يعني المدخن يعمل تغيير ويزود الريسك 35%. تمام؟ طبعا ممكن للكورونار هارت ديز ممكن الديابيتس يعمل فرق اكتر من ده. يعني ببساطة السموكينج ده يعمل يزود الريسك بفرق قد ايه من اللي نان سموكر. طيب البرسنتج بقى هقسم نفس الرقم هو بتاع الفرق ما بين الانسيدنت امونج اكسبوزد والانسيدنت امونج اكسبوزد واقسمه على ايه؟ واقسمه على الانسيدنت امونج واقسمه على الانسيدنس امونج الاكسبوز زي ما احنا شايفين قسمنا ده على ده واضربه في 2 طلع 64%. معناها ان السموكينج ممكن يمثل على هذا طبعا الكلام ده كله اربيتري يعني تجربه مش حقيقي يعني يمثل 64% من مجمل الريسك فاكتور بتاع الكورونري هارت بالنسبه بقى للديابيتس والاوبيزيتي زي ما احنا شرحنا قبل كده. طيب الميزان بتاعنا بقى ايه؟ الريلاتيف ريسك اذا طلع 1 معناه ان مفيش فيه كوزال ريليشن شيب ولا اسوسيشن ما بين الاكسبوجر والديزيز. لو كان اكتر من 1 معناه ان فيه كوزال ريليشن شيب وان في ان الريسك ده لما يزيد على طول يحصل لايكلهود اوف اوكرنس اوف ذا ديزيز. ولو كان اقل زي ما قلنا تاني الاكسبوجر اقل معناه انه حاجه بروتكتيف يعني الفيزيكال اكتيفيتي ممكن الاودز ريشيو بتاعه يطلع نص يبقى معناها ان دي بروتكتيف اجينست حدوث الكورونر هارت ديزيز. كل ما تلعب رياضه كل ما يجيلكش ايه كورونر هارت ديزيز. يبقى احنا كده اتعلمنا يعني ايه كوهورت ستادي الستيبس اوف ذا كوهورت ستادي البارامترز ذات كوهورت ستادي جيف ات فور اس وان هي دراسه مهمه جدا وبتدور في المستقبل وبروسبكتيف ستادي وبتحسب لنا بارامتر عظيم اسمه ريلاتيف ريسك واثنين اخوات معاه اتريبيوتابل ريسك واتريبيوتابل ريسك ايه بيرسنتج. طيب ايه الادفانتج؟ كل حاجه في الدنيا فيها لها ادفانتج وديس ادفانتج. طب ايه الادفانتج وديس ادفانتج اوف كوهورت؟ نبدا بالادفانتج. الكوهورت ستادي كان كالكوليت الانسيدنس ريت الكيس كنترول ما كانتش تقدر كالكوليت نيزر الانسيدنس ولا البريفلنس. الريلاتيف ريسك منتج ضخم جدا لان الريلاتيف ريسك على طول تقدر تبني عليه كونفيرميشن اوف ا كوزال ريليشن شيب اما الاودز ريشيو كان بس جاست اسوسيشن. فالكوهورت ستادي كان ستادي الكوز افكت ريليشن شيب وتقدر تثبت ان الريسك فاكتور ده ممكن يكون سبب لهذا المرض على عكس بقيه الاستاديز كلها ما كانتش تقدر تعمل كده بما فيهم الكيس كنترول. طيب الاستادي دي بتدرس مالتيبل ديزيز يعني هي وان ريسك ولكن كان استادي مالتيبل ديزيز. قلنا شفنا الفيرمنجهام كل شويه يجوا كده ايه بعد 10 سنين يعملوا فيرست كور سكند كور لديزيز معين هي كان استادي مالتيبل ديزيز على عكس الكيس كنترول كان استادي وان ديزيز بس كان استادي مالتيبل ريسك فاكتور. البايس في الكوهورت قليل قوي لاسباب لانك الناس كلها بادئه مع بعض ففي ماتشنج. تمام الفرق الوحيد كان في الاكسبوجر وانت بتشوفهم في المستقبل على عينك زي بقول لك على عينك يا تاجر. انما الكيس كنترول كنت بتعتمد على الايه على الاشخاص في الريكول الكيس والكنترول ممكن يدوك معلومات غلط. ايه الديس ادفانتج بتاع الكوهورت؟ هل في ديس ادفانتج للكوهورت؟ اه طبعا في ديس ادفانتجز اوف ذا كوهورت ستادي. ايه هي؟ اول حاجه الراجل باحث عجز اهو زي ما احنا شايفين الباحث ده اهو عجز سنه كبر تمام لانه بيبدا ويقعد يستنى 10 سنين يعني ممكن الباحث يموت واحد يكمل ايه لا قدر الله مكانه. اكسبنسيف انت عشان تدخل اعضاد ضخمه وتديهم انسنسيتيف وتدعمهم وتعمل لهم تحاليل كل دي تكلفه ضخمه. تمام في حاجه تانية برضو مهمه اسمها الديفولدر او الاوت دروبد اي كيزز يعني الكوهورت ده انت طالع ب 3000 10000 شخص متوقع جدا الناس منهم لا قدر الله تموت او تهاجر او تسيبك تمام او تنفصل عنك فده بيسموه دروب ده اوت كيسز ده ياثر على السامبل بتاعتك لو زاد. طبعا الكوهورت زي الكيس كنترول بتختار سمول سامبل لا انما الكوهورت بتحتاج ايه لارج سامبل. الكوهورت كانت ستادي رير ديزيز يعني انا لو في رير ديزيز ممكن اقعد لي 100 سنه وما يظهرش الرير ديزيز. الكيس كنترول لا كان ستادي الرير ديزيز بس كانت ستادي الرير ريسك لانها بتسال على ريسك ممكن الناس ما يبقوش فاكرين.
فاعرفها ازاي، تحفظها عشان ما تنساهاش. كيس كنترول بتبدا ديزيز وايه وكنترول، ديزيز خلاص يبقى كان ستادي رير ديزيز لان هي حكمهم من الاول. بات كانت ستادي ايه رير ريسك. الكوهورت ستادي بتبدا اكسبوزد ونان اكسبوزد، يبقى انا في النهايه عارف لاممهم وعارف مين اكسبوزد ونان اكسبوزد، يبقى كان ستادي ايه رير اكسبوزد اكسبوجر، يعني ممكن اكولكت الرير اكسبوجر واعمل عليه ستادي، ولكنها كانت ستادي الرير ديزيز لان ممكن اقعد سنين طويله وما يظهرش الايه الرير ديزيز اللي بقى بدور عليه. ناخد اكزامبل في النهايه عن الكوهورت ستادي. الاكزامبل هنا عنوانه ايه؟ اوكيوبيشنال اكسبوجر، معلش بقى متحيز لتخصص الاوكيوبيشنال ميديسن، اوكيوبيشنال اكسبوجر تو ديس انفكتنس اند اسما incidence in United States nurses a prospective cohort. البحث ده منشور سنة 2020 وبالنسبة لوقت الفيديو يعتبر حاجة حديثة. هيدرس تعرض النيرسز للديسانفكت اللي هي المطهرات والكلام ده، انتوا عارفين الفترة الايرا بتاع الكوفيد خلت المستشفيات تستخدم مطهرات كتير، فعايز تشوف هل المطهرات دي ريسك فاكتور للأزمة، ممكن تعمل رعب وشعب عند النيرسز دي. فالراجل بدأ ناس طبعا في عندنا دراسة برضو زي فريمنغهام اسمها The Nurses Health Study 2 برضو يعني داخل فيها ناس كتير، وهتشوفوا ان الباحث هنا بدأ الكوهورت بتاعه خد من النيرس هيلث ستادي دي some of the nurses as a participant، وكانوا بعضهم exposed للديسانفكتنت والبعض الآخر not exposed للديسانفكتنت، وبدأ يتابعهم. خلي بالكم ممكن يكون التواريخ المتابعة قديمة، يعني هو بدأ هنا هتشوفه من 2009 و2015، دي مش retrospective cohort، هو بدأها بس نشرها ايه مؤخرا يعني. الريزلتس بقى طلع الريلاتيف ريسك كام يا جماعة؟ هو طلع طبعا he didn't study بس الاكسبوجر للديسانفكتنت، ده هو حيد كونفاوندر زي الجندر ميل وفيميل وزي الايج تمام والاسنستي والبودي ماس اندكس، فدي تعتبر كونفاوندرز للديسانفكتنت. وفي النهايه طلع ريليتيف ريسك، تعالوا نشوف كده عمل ايه. قال ان ده was not associated with incident as تمام، ما كانش فيه ظهور للإنسيدنت أزمة، لأن طلع الريلاتيف ريسك في هذا الوضع واحد قريب من الواحد، وزي ما قلنا أدي الكونفيدنس انترفل طالما فيها واحد بينها جواها واحد يبقى استاتيستيكال إيه إنسيجنيفيكنت. الكونكلوجن بتاعه إن بوبوليشن أوف ليت كارير نيرسز وي أوبزرفد نو سيجنيفيكانت أسوسيشن بتوين إكسبوجر تو ديس إنفكتنس أند أزمة إنسيدنس. ده كان examples على الكوهورت study. طيب احنا وعدناكم ان احنا نتكلم على retrospective study في نهاية الفيديو، فانا هتكلم فيه رغم ان ده محتاج advanced level ولكن background سريعا. retrospective study هي بتاعة ملفات، هي زي الكوهورت بالضبط، بس الكوهورت البروسبكتف تقعد وتنتظر سنين، اما الريتروسبكتيف انت اللي بتعمله السنين ده بتعمله على الملفات، لان الملفات في النهايه خزنت السنين دي، وبتفتح الملف تشوف من سنه مثلا 2010 انت عندك مجموعه من الناس في مصنع مثلا، ف 2010 دخلوا المجموعات دي منهم بيدخنوا ولانه مكتوب في الريجستري في دوله محترمه، طبعا الريتروسبكتيف بتحتاج دوله قويه وفيها ريجستري وبتعمل ريكوردينج، دول مكتوب انهم في ملفاتهم دول سموكر دول نون سموكر، وابدا اقول والله هم دخلوا المصنع دول في 2010، طب انا عايز اشوف في 2020 اللي تبقى منهم حصل له ايه، هل حد منه حصل له مثلا لان كانسر ولا لا، واشوف عددهم كام، واشوف اعمل 2 باي 2 تيبل زي اللي احنا ايه شفنا. ناخد اكزامبل ليها، اوكي جبنا الملفات بتاعتنا ايزر اونلاين او ميديكال ريكوردز موجوده في المصنع ده اهو يوزنج ذا ريجستر ريكورد، ا ريسيرشر تشوز جانيوري 2 2 يناير 1990 في 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 الملفات او على الكمبيوترز بتاعهم تمام الديت، ان دي تبقى البدايه بتاعه، وحدد الاكسبوجر والنان اكسبوجر للريسك فاكتور هو بيدرسه تمام.
ممكن يكونوا مثلا 500 عامل، 200 منهم شغال في قسم بيتعرض للفورمالين وال 300 التانيين مش متعرضين للفورمالين، ويبدأ يتابعهم مثلا لغاية يختار النهاية عند سنة 2000 January the second سنة ايه 2000، ويبقى ده الـ end date of للاستادي بتاعته retrospective cohort. يعني هو عنده كده 10 سنين، ويبدأ يشوف كم منهم، كم من الاكسبوز للفورمالين حصل له أزمة، وكم من اللي نوت اكسبوز ده حصل له ايه أزمة، ويحسب الـ relative risk زي ما عملنا بالظبط. يبقى هو عمله كده ولكن من خلال الملفات. طيب ايه بنعمل ليه ريتروسبكتيف كوهورت؟ ليه الباحثين بيعملوا ريتروسبكتيف كوهورت؟ ريتروسبكتيف كوهورت في ميزه ان هو بيبقى ايزي وسيمبل ورابد وما بيحتاجش فلوس، بس طبعا لازم يكون في ريجستري ولا ريكوردن قوي عشان يطلع نتائج كويس. وبعدين ممكن يدرس مالتيبل ديزيزز في نفس الوقت، وكان ستادي اولسو ايه الرير ديزيز. ودي بعض الادفانتج عن البروسبكتيف كوهورت، ولكن للأسف لأن هو يعتمد على الريجستريز وعلى الريكوردز، فالريجستريز والريكوردز اللي كانت معمولة غلط فأكيد الدراسة دي هتطلع إيه غلط، ويبقى شبه الكيس كنترول ويدخل فيه بايس لأنه اعتمد على ريكورد إيه غلط. أما لو كانت الريكورد كويسة فممكن يطلع نتائج إيه كويس. بدينا إكزامبل عن الريتروسبكتيف كوهورت. ده إكزامبل بيبر منشوره في سنه 2022. التايتل بتاعه بيقول Does the lens matter in acute appendicitis for the perforation risk a retrospective cohort. يعني بيقول لك ايه الكويشن هنا، هل طول الابندكس الزايده الدوديه له علاقه بانفجارها؟ يعني مثلا لو كانت الزايده الدوديه شورتر فتنفجر أسرع من إيه لو كانت طويلة؟ طبعاً الباحث عشان يجاوب كويشن زي ده يقعد يستنى كم في مستشفى مثلاً، كم واحد هيجي يعمل أبندسايتس، فعشان يطلع نتيجة محتاج سامبل، زي ما قلنا الكوهورت بتحتاج سامبل، فعشان يقعد يستنى ممكن يقعد فترة طويلة جداً يستنى بقى حالات الأبندسايتس ومين الشورت ومين اللونج وهكذا. ف ببساطة ممكن برضو في الدولة المحترمة اللي مستشفياتها عندها ريكوردز والبيشن بتاعتهم كبت كل حاجة عندهم لمدة مثلا 30 سنة تقدر توصل للميديكال ريكورد أو تبقى بروجرام مثلا على الانترنت بتاع المستشفى، سهل أو لما نجي على 20 سنة قسم الجراحة واشوف عمل كم عملية ايه أبندسيكتومي واشوف الداتا بتاعت البيشن واختار وقت معين أبدأ فيه البحث، وقت ينتهي فيه البحث بتاعي بعد 10 سنين في الماضي طبعا من الملفات، وأدرس بقى إيه أخبار الإيه الناس اللي دخلوا، والباثولوجي طبعا هيجيب الريبورت بتاع الباثولوجي اللي هيقول دي بيرفوريتد كانت شورت ولا لونج، ويبدأ يعمل 2 باي 2 تيبل، ويبقى الإكسبوجر هنا اللينس بتاع لو كان الريسك في الشورت هو الأكتر، يعني يعمل رابشر يبقى فيه شورتر أبندكس ونوت شورتر أبندكس، ويقوم طالع بيرفوريشن ونو بيرفوريشن، ويعمل لنا كالكوليشن. شوف الراجل لما عمل القصة دي ودرس طبعا في كونفاوندرز، لأن عندك الجندر والإيج والأوبيستي كل دي حاجات تأثر على الريسك أوف بيرفوريشن مش بس الشورت. الراجل بعد كده قال إيه The perforation rate increased with age. قال لا ده الإيج هو اللي عامل اللي ظهر، مش طول الابندكس ولا قصرها ولا الجندر. وام اي الابندكس لينسز وير سيميلر ان بوث جروبس اند ذا لينس واز نوت ا فاكتور ان ذا ديفلوبمنت اوف بيرفوريشن. وطلع البي فاليو بتاعه زي ما هنشوف اكتر من 5% في المحاضرات اللي جايه. This study found that the development of perforated appendicitis is not related to the length of the appendix. The risk of perforation increased with age. يعني طلع الريسك طلع الايج مش الايه اللينس اوف ذا. طبعا هو حط الريسيرش كويشن في التايتل بتاعه وجاوب عليه. دي كانت اكزامبل على الريتروسبكتيف، وده كان الكوهورت ستادي بوث بروسبكتيف اند ريتروسبكتيف، و
الدراسة العظيمة دي اتعلمنا ازاي هي بتطلع لنا منتج مهم جدا اسمه الريلاتيف ريسك وما تنسوش اخواته، وعرفنا واحنا بنتكلم الفرق ما بينه وما بين الكيس كنترول. اشكركم لحسن استماعكم، وان شاء الله في انتظاركم الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.